انا دائما كنبحث في هادشي ماشي اول مره وماشي تجات كورونا راني هادشي قلت قبل كورونا كاع هادشي كاين في السيناريو ديال الاغلاق كانوا حسناروا العنوان ديالو السيناريو الاغلاق كاين ديال روك فاير راه كاين وكاين الخطه من دابا حتى 2030 شنو غادي يكون وشنو كيعملوا فهادشي باين من دائما حيت الشعب المغربي بدل ما يقرا ويبحث في هادشي كنمليه مع التفاهات والعدو الكبير ديال هادشي هذا هو الخوف احنا ما خصناش نخافوا وخصنا نضانوا مع بعضياتنا ونكونوا خوت حاجه اخرى خصك تعرف الامن اذا لقح لمصلحه هاد الحكومات الكبارين الامن يلقح علاش لان مصلحتهم يكونوا هما خدام ديالهم يسيطروا عليهم كيف بغاو اوكي اما مساله الرؤساء اللي كيلقحوا راه كاين واحد يبرا خرجت يبرا خاصه هاد الناس هادو يبرا يدخلوا غير اليوتيوب او جوجل يقلبوا على يبرا اللي ملي كيضربوها كتدخل لداخل وحتى المال اللي كيخرج ما كيدخلش في اللحام انما كيدخل في الوس ديال يبرا هادشي راه الناس داروا فيديوهات ديالو ونشروهم. السلام عليكم. انا بلي المؤامره الحقيقيه في هادشي كامل هو غيبقاو كيسوقوا في عباد الله شي كيقول لي ملقح بهيمه ومن القطيع وشي كيقول لي ما ملقحش كيامن نظريات المؤامره وبلي المؤامره ما هي كورونا ما هو اللقاح بلي المؤامره الحقيقيه وان بنادم غير واحد الوقت غيبدا ياكل في بعضياته بسبب هادشي علاش لانه حتى شي واحد ما باغي يريح ويحاول يفهم ويتعلم بانه القرار الشخصي ديالو ما عنده علاقه بناس اخرين بغيتي تلقح الف مرحبا ما بغيتيش تلقح الف مرحبا كيبقى هذاك شغلك ولكن كيفاش غتتعامل مع القرارات ديال الدوله ولا كيفاش غادي تتعامل مع هادشي اللي واقع ديك الشيء عنده قواعده في العالم كامل راه الدوله كتبقى السلطه انت في اخر المطاف كتتعامل مع السلطه عندك الحق تعبر على الصوت ديالك وعندك الحق انك تعارض القرارات ديال ديك السلطه والسلطة حتى هي عندها القدرة كاملة على انها تستجب لديك المعارضة ديالك ولا ما تستجبش ولكن بعد من خوتك خلي خوتك في التقار تقول ليه بهيمة ودابا انا ملقح بنتك بهيمة ودرت الاولى ودرت الثانية وغندير الثالثة عن اقتناع ومن بعد ما بحثت ومن بعد ما سولت ما كيبان ليش راسي بهيمة ولكن ما عمري غنقول على واحد اخر ما ملقحش بانه بهيمة ولا مقاريش ولا عيان ولا خرج علينا وحده وشويه من الاشاعات وديكشي اللي كيتقال راه كاين حوايج كيتقالوا ماشي هما هذوك وفي اخر المطاف انا ما كنفهمش كيفاش بنادم خلعوا اللقاح وما خلعوش البوتوكس قلت لنا بالهضره